خريطة مجموعة حركة التويزة. اليوم تنديرو اليوم الثاني ديال الأشغال ديال نظافة كبارات سيدي غريب، واللي تر الانتباه ديالنا هو أننا تنلقاو شي حوايج غريبة، يعني قبورة مردومين، يعني أغلبية تيكون بسبب الشعوذة، يعني واللي الأغلبية ديال الناس اللي تستعمل الشعوذة للأسف من النساء، يعني هادشي حرام، يعني حنا في بلد إسلامي وتوقع هادشي وتيجيو تيقلقوا الراحة ديال الموتى ماشي تا أحياء، يعني تا هما ما تيديروش بلا راسهم بلاص، راه غادي يجي واحد النهار تا هما غيكونوا مدفونين، غيجي شي واحد يعبس تا هو بالجثة ديالهم. من جمعية توينز وجينا تنجمعوا المقبرات وهادشي اللي تيديروا الناس، نتمنى مرة أخرى من يجيو الناس ما يبقاوش يلوحوا هاد الزبل. في جمعية التويزة اللي كنقوموا ببعض المبادرات اللي هي جيدة وتخصيصية، اللي كنقوموا بتنظيف المقابر، اللي هو عمل اللي يمكن لأي واحد يديره، واخا ما جاوش الناس بزاف وين ما كاين مشكل، مازال الخير في هذه المدينة هذه. وكما كنلاحظوا بلي كاين الأسبال والأشواك والعديد من 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 القمامة. المهم هذا المقبره خاصها تنظيف كثير، وكنتمناو بلي نتمناو بلي يزيدوا المبادرات لهذا الشيء، ما يديروش غير يومين، يديروا اسابيع وشهور كاع. وكنشكروا جمعيه التويزه على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه كما قال الصديق ديالي مهدي، ان هذه المبادره مبادره طيبه كتمس طبقه شريحه من المجتمع ديالنا اللي هي الطبقه الاجتماعيه. وكما كنشوفوا المقابر حقيقه كنتاسفوا على هذا الوضع، هذا المقابر بهذا الحجم هذا، وكتشوف مجموعه ديال الازبال اللي مرميه في الجنبات ديالها، وكنشوفوا الجيران اللي هما حداها، عشان هما اللي كيتضروا، هما المتضررين الاولين من هذا المزابيل والروائح المنبعثه. وكنبغيو نوجه رساله للناس ديال الخميسات، انهم فيما تكون شي مبادره بحال هذه يبادروا، علاش لا تقوم بتجاره مع الله سبحانه وتعالى. ما كاين لا مكافاه اولا، ولكن المكافاه ديال الاجر سبحانه وتعالى هو اللي غادي يكافئك ويعطيك مجموعه ديال الاشياء اللي ما عارفينهاش حنا. ان شاء الله نتمنى يكون الخير من هنا قدام. وكنشكروا بزاف الجمعيه التونسيه اللي تحت لينا. الوش هذا يعني من الدراري الصغار انتم تشوفوا بكل صراحه. وكذلك نشكر الجمعيات كاملين اللي ساهموا معنا، وكذلك رجال من الامن، وكذلك اس او اس هما ساهموا معنا في هذه المشاركه في هذه المبادره هذه. وتنشكر كل حقا بكل صراحه، كنا تنتمناو ناس يجيو بزاف، يعني الاقليم خميسه تنتمناو فيه انه كاع دوك الناس اللي فرقنا حقا بكل صراحه الوراق، وفرقنا بزاف الحوايج، يعني يجيو ويعاونونا ويساعدونا. انتم تشوفوا يعني هي شوف دي صغار كي تيديروا، يعني شوف دي صغار، انا واش تشوف دي صغار كي تيديروا وكي تيساهموا حتى هما معانا بكل صراحه. هذا الحي هذا حي سيدي غريب وحي الله يرحمه، يعني بكل صراحه تيخدموا بواحد شنقول لك جديه، واحد الجديه، واحد الروح الاقتصادية كما قالت الأخت، يعني جد مبدعة. وكذلك نشكر الأخ اللي تيصور لنا المشاهد كامل. وحقا بكل صراحة هذه المقبرة هذه خصها بزاف الحوايج، وخصنا بزاف الخدمة، يعني كنتمناو ماشي حنا خدمناه هي يومين، خصنا حقا بكل صراحة شي أسبوع ولا تقريبا شي شهر وحنا تنخدمو في المقبرة، لأن هذه المقبرة خصها بزاف الحوايج. وشكرا.